والله ما بقتش في حاجه مضمونه. ممكن لا كل واحد مش الاكل اللي بره، ما بقولش الاكل اللي بره. لا الحمد لله اعتقد، لان بصراحه انا بتجنب ان انا اكل لحوم بره. انا ضامن ان انا ما اكلتش لحم النيل قبل كده، لان انا عارف من معلوماتي العامه لحمه الحمير ديت لما بتطبخ بيبقى شكلها ايه، ريحتها ايه، كل دوت معروف يعني. لا طبعا احنا بنشتري من الجمعيات وبنشتري من تقريبا في يعني احنا في ارياف وفي اسيوط في كده. ما نجيبش، احنا بنذبح في البيت، انا عندي مربيه معز وفراخ وطيور، ما بنشتريش حاجه من دي في البيت، ما نشتريش، نشتري ايه؟ ما اعتقدش، اصل انا محافظ شويه في اكلي يعني، لكن ليا اصدقاء كتير اطباء في مستشفى السيد جلال، تقريبا كل واحد فيهم كله بمعدل حمار الا ربع يعني. كله بقى ملطوط في موضوع اللحوم دي يعني، فانا ممكن اقول مثلا اكلت ربع حمار او حاجه زي كده على مدار حياتي. عدم الرقابه. طيب اسمع الباشا ليه؟ والله ممكن يكون السبب ارتفاع سعر اللحمه، يعني الكيلو لحمه دلوقتي وصل ما يقرب من 100 جنيه او 90 جنيه او كده، فطبعا كتير، فده خلى التجار تلجا للحيل ولحم الحمير والحاجات دي اللي احنا سمعنا عنها وبنقرا عنها على النت. والله يعني قله الضمير يعني في ناس كتير ما بقاش عندهم ضمير دلوقتي، فزي ما الناس ممكن تغش في اللحمه، ممكن الناس بتغش في اللبن، بتغش في كل حاجه. ناس يعني حزب الله نعمل وكيل فيهم طبعا. الغلا والناس اللي يعني الغلبه بتعمل بدور على الحاجه الرخيصه. الغلا الناس بتدور على الحاجه الرخيصه يا بنتي، واللي معاه عيال وما في ايدوش قرش هيعمل ايه؟ ده اللي بيخلي الناس بتمل للرخيص. والله انت شرح وان كان الكلام هيبقى جارح شويه، هو عدم وجود حمايه للمستهلك، عدم تفعيل ادوار اجهزه كتير في الدوله اللي هي موجوده ديكورات بس، موجوده احنا عندنا جهاز حمايه المستهلك حلو وجميل، وعندنا جهاز الصحه برضه حلو وجميل، لكن هل هو فاعل؟ هل هو مؤثر؟ لا، كله في اطار البيروقراطيه اللي احنا ماشيين فيها، هو في بيروقراطيه وروتين، يبقى عندنا دور حمايه المستهلك فهو موجود واليافطه جميله، موجود وزاره الصحه برضه هي موجوده، لكن هل هم ليهم دور فاعل او لهم مؤثرين فعلا في الواقع؟ لا ده مش موجود. والله يعني عشان نقضي على الظاهره ديت لازم ان الاجهزه المعنيه المسؤوله عن دوت هي اللي تنفذ الكلام دوت، مش احنا اللي ننفذه، او مش احنا مثلا نقول ازاي تتقضي عليها، هم اللي في ايديهم الكلام دوت. وزاره الصحه المفروض تطلع ليديا المحلات على كل المحلات اللي هي فاتحه بره وكده. لازم احكام الرقابه، لازم يكون في احكام رقابه على اللحوم ووضع الاختام القانونيه والتاكد من كده، بحيث يعني صحه المواطنين يعني لازم تكون يعني في امان ومسؤوليه الدوله. والله ده دور الرقابه يعني رقم واحد، ودور بقى يعني الطب البيطري والناس المعنيه بهذا الامر كتير، فوزاره الصحه طبعا الكلام ده كله، التفتيش وحملات التموين والكلام ده كله يعني تشد حيلها شويه، ولازم يكون في بقى يعني حكم رابع بقى في الموضوع دوت، بحيث ان ما حدش يعني يصور ليه نفسه ان هو يعمل يعني حاجه زي كده. اللي اتمسك ما يترحمش، اللي اتمسك عمل حاجه ما يطلعش ما يترحمش، لازم يكون فيها رادع جامد للعقوبه جامده. لو ده عايز ان يكون في اوديت، يبقى في وعي اولا من الناس مش هياكل في اي مكان، ويبقى في اوديت رقابه على كل المطاعم، الحكومه تفعل ادوارها، وزاره الصحه تفعل، تنزل وزاره الزراعه تنزل، ويبقى في اوديت، ما هو ده اللي بيحميه.